فيما يتعلق في المنطقة بالمنطقة الوسطى، نحن نتحدث عن أقل وتيرة في القصف مقارنة بمناطق خان يونس ومدينة غزة وكذلك الشمال. هنا في منطقة وسط قطاع غزة 13 شهيدا استشهدوا في ساعات الصباح الأولى من جراء قصف إسرائيلي على مخيم دير البلح أو منطقة قريبة ما بين مخيم ومدينة دير البلح، أدى ذلك إلى استشهاد 13 فلسطينيا. ووصل قبل قليل إصابات من جراء قصف أيضا في المنطقة القريبة من شارع صلاح الدين المطلة على مدينة دير البلح. ولكن فيما يتعلق بمدينة خان يونس نتحدث عن نحو 20 من الشهداء منذ ساعات صباح هذا اليوم، وأكثر من ذلك. الأعداد قد تكون على الأرض لكن لا يستطيع فرق الإسعاف والطوارئ الوصول إليها، وهذا ما عرفناه منهم قبل قليل. الأنروا تقول بأنه انقطاع الاتصالات والإنترنت يصعب مهامها وعملها على الأرض بسبب عدم تمكنها من توصيل المساعدات إلى الناس، فما بالنا إذا ما تحدثنا عن الإسعاف والطوارئ الشديد الأهمية. جميع هذه المؤسسات من مقدمي الخدمات الأساسية في قطاع غزة يتضررون بشكل كبير بفعل انقطاع الاتصالات والإنترنت. ونتحدث أيضا عن استمرار للغارات، وهذا يؤثر حتى على حياة الناس. مدينة خان يونس بالناحية الشرقية والشمالية تشهد توغلا، تشهد قصفا مدفعيا مستمرا منذ ساعات صباح هذا اليوم، والمناطق والأحياء التي تتوغل فيها آليات الاحتلال تدمر فيها عديد المنازل. عرفنا اليوم بأنه هناك قصف قريب كان من مستشفى ناصر، وحتى إحدى القذائف سقطت في ولم تنفجر في ساحة المستشفى الخلفية، ما أدى إلى إصابة اثنين من النازحين هناك، بالإضافة إلى ما يحدث في مدينة رفح. مدينة غزة كان هناك غارات في منطقة حي الدرج، حي الشجاعية، الصبرة، وكذلك المناطق حي الزيتون، ووردت إشارات متعددة من تلك المناطق عن تتحدث عن إصابات. وأعنف المناطق التي تقع بها اشتباكات محور اليرموك، وهذا المحور في قلب مدينة غزة، نتحدث عن توغل أو محاولات توغل لآليات الاحتلال في تلك الناحية. بالأمس كان هناك وأول من أمس إشارات عن هذه الإشارات تتحدث عن قصف مدفعي وغارات في محيط ملعب اليرموك وقريبا منه مقر جمعية الشبه المسيحية، ولكن انقطع الاتصال بالناس هناك، ما تسبب بشح المعلومات عن أي المناطق التي يستهدفها الاحتلال في مدينة غزة. وكان هناك استهداف في حي الدرج اليوم أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى ما نتحدث عنه في مناطق شمال القطاع أيضا كما العدوان، حيث الاحتلال منع بالقوة إتمام المؤتمر الصحفي، أطلق النار صوب الأطباء والمرضى وحتى من ذهبوا لتفقد عائلاتهم وأقاربهم في هذا المستشفى الوحيد الذي يعمل هناك. ودعيني أقول لك أنه حتى سألنا عن مستشفى العودة منطقة تل الزعتر وصفر من المعلومات التي حصلنا عليها، حتى من الأطقم الطبية التي تتابع معهم. مدير جمعية العودة هنا موجود في منطقة وسط قطاع غزة، حاولنا التواصل لا يوجد أي معلومات، بالإضافة إلى معلومة أخرى حصلنا عليها من جمعية العودة من مركزها في مخيم نصيرات، يقولوا بأنه بعض الشرائح اللازمة لي السيدات الحوامل في المستشفى الموجود هنا في وسط قطاع غزة الوحيد المخصص للسيدات الحوامل المقبلات على الولادة مقطوع أو يكاد، ويناشدون الجميع بإمكانية توفير هذه القطع والشرائح التي يحتاجونها بشكل ملح من أجل إتمام حالات الولادة. هناك 50,000 من السيدات الحوامل يحتاجن هذه القطع ويعتمدن على هذا المركز الذي يخدم النازحين، سيدات النازحات واللواتي كنا هنا في هذه المنطقة وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى وضع إنساني، نقص في المواد وشح في الأدوية، وكثير من الصيدليات أغلقت أبوابها، والمساعدات كما تقول الأنروا لا تصل إلى محتاجيها بسبب استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت. شكرا جزيلا لك باسل خلف من مستشفى الشهداء.